هسه احنا يا نقطة ممكن نتوقف عندها ونشوف انه تصير التأخير خط احمر. ما شاء الله الكل دا يشتغل وفق مبدأ اسلامي، والمبدأ الاسلامي قائم بالنسبة للدماء على مبدأ قاله النبي ان يومكم هذا في شهركم هذا في بيتكم هذا اهون على الله من قطرة دم مسلم تباح. هسه احنا وفق وين الخط الاحمر نوقف يمه ونقول الى هنا توقفت الدماء خلاص. ده بالتالي اقول انه ايضا حتى موضوع اختيار رئيس الوزراء اصبح يعني امر ضاغط جدا على الكتل الشيعية، واعتقد اذا ما انجزنا هذا الامر خلال هذا الاسبوع سوف تاتي خطبة يعني قاسية من المرجعية، اضافة الى ممكن انه السيد رئيس الجمهورية ايضا من صلاحيته وفق الدستور ان يختار يعني يبدا هو يبحث عن 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 شخصية ويكلف او يقدمها للبرلمان ومن ثم يحصل على تصويت وفق الدستور. بالتالي ايضا اكو ضغوط من الشارع، اكو ضغوط من المرجعيه، تاخر الامر، فاعتقد يجب ان نذهب بحل وب يعني خيارات سريعه في هذا الامر.